مساكم الله بالخير وفيكم الآن من شرم الشيخ. الأجواء جدا ممطرة وسيئة جدا الطقوس. جاء أبو زهرة شارف من البرد والأمطار وجاء في وسطها. يا الله رحمتك. شوفوا أبو زهرة، شوفوا كيف لابس عشان أقدر أنزل أكل لي لقمة. بس أم بالخير ألعب يلا. هاي الخطة حقت أبو زهرة عشان يعرف ينزل في الماء. زهرة مسكر عيونها ولا يشوف. طبعا ليش انا امشي كذا؟ عشان هذه تبقى ماسكه خلاص. يلا الحمد لله، اللهم اجعلها امطار خير وسقيا رحمه. ما شاء الله تبارك الله. طلعت قلت بروح خليج نعمه. شوفوا خليج نعمه كيف طافي الكهرب والمحلات قافله وكل شيء قافل، كل الدنيا قافلة. الحمد لله. وزهرة يبي ينحاش من الحوسة وش طاح في الحوسة.